سيدنا حسان وهو يلمح هذه المعاني بإيمان وإيقان وإتقان يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. فتجد في الأذان أظهر الشعائر في الإسلام، شعار الأذان لأنه شعار الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، فجعل الله له هذه الألفاظ وفيها الشهادتان، فليس يوجد في ألفاظ الأذان إلا اسمان اثنان، اسم الله به يفتتح الأذان وبه يختتم، يفتتح بالله أكبر ويختتم الأذان بلا إله إلا الله، ووسط الأذان اسم مع اسم الله لواحد فقط وهو اسم محمد. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمدًا. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمنا ذلك فننظر إلى أخبار هذه الذات ومنها ميلاده الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فنجده ميلاده ميزه الله، خصصه الله، شرفه الله، كرمه الله تعالى في علاه. الناس يولدون من قبل نبينا محمد ومن بعد نبينا محمد، فأي مولود خرج من بطن أمه فخر ساجدا غير هذا المولود؟ أي مولود خرج من بطن أمه فرفع طرفه نحو السماء فخرج منها نور لحق بالسماء؟ أي مولود عند ولادته نكست أصنام الدنيا؟ أي مولود خمدت نيران تعبد من دون الله لها ألف سنة وعليها سدنا يوجدونها فانطفأت وخمدت لحظة واحدة، لحظة الولادة لمحمد؟ هذا مولد مثل غيره؟ بالله عليك، كما من كما مولدك ولا مولد عمك، كما مولد من هذا يرجع؟ ولا قبله ولا بعده مثله، هذا مميز، هذا مخصص. يقول في حديثه الصحيح: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام. بالله عليك، هذا مولد عادي؟ مولد طبيعي مثل غيره؟ الله. قال: وأنا روي أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا رأت منه قصور بصرى صلى الله